فرحنا بكم اليوم وبالهيد. اليوم عندنا تدريب الاكريليك الجو. انه يعني تطوير للمراه، يعني تطوير وتمكين المراه الانباريه، يعني على رفع كفاءتها، يعني تساعد نفسها، يعني مو ظل انه قاعده بالبيت، لازم تساعد نفسها بهذه الامور. يعني قدم، يعني احنا كان دورتنا 4 ايام الاكريليك اللي هو خاص يعني عنايه بالاظافر، بعدين الميك اب اللي يخص يعني تجميل البشره وتكنيك الالوان للشعر. طريقتها شلون بدينا بيها من البدايه؟ سويت لكم تسريح على اني مدربه، دربت الطالبات على مجال التسريحات، هو كان اليوم الختاميه للدوره وكان بتفوق وعجبتهم الشغل، كلش عجبهم، وان شاء الله راح يزيد من مهاراتهم وتقدمهم من الافضل للافضل ان شاء الله، والتوفيق للجميع. واستفادينا حيل من الدوره كصالون، احنا مبتدئات فاشتغلنا، يعني صحيح اشتغلونا كتكنيك الالوان، تسريحات والميك اب، كل هذا شغل يعني روعه شغلهم، وجزاهم الله الف خير، يعني فادونا وعلى وعي يعيدون هاي الدوره. انت غني عقلك زين، شغلك هسه